حركة غريبة يشهدها سوق السيارات، ارتفاع ملحوظ في الأسعار لبعض الأنواع خصوصا التي تستهلك محروقات أقل عن غيرها. الحديث عن ارتفاع الرسوم الجمركية قريبا ساهم بحد كبير في التأثير على سوق السيارات، البعض قرر رفع الأسعار والبعض الآخر يمتنع عن البيع، فما حقيقة رفع الرسوم الجمركية؟ لحد الآن بعدنا يعني ضمن إطار الإشاعات المعتاد، اللي احنا اللي اعتدنا نعيش بلد كله اشاعات، بعدنا ضمن اطار الاشاعات، ما في شيء رسمي. يعني المفترض وقت اللي بده يكون هيك في قرار على مستوى البلد، بده يعني بالاقل يخبروا التجار يلي عم بيشحنوا سيارات من امريكا قبل بشهر واثنين وثلاثه. بالتالي اليوم اللي عمل حسابه انت يشحن على جمرك 1500، يعني شاحن سيارات بعدد معين ببادجت معينه، ما بيقدر اليوم يوصل السيارات على المرفأ تقول له لا بدي دفعك جمرك انا على دولار جمركي 11000 او 12000 مثل ما عم بتداول اليوم. فلهلا يعني طبعا بالتالي بدها اجتماع مجلس وزراء، بدها قرار مصيري. بالعاده بخبروا التجار قبل بشهر، قبل باثنين، قبل بثلاثه، تماما مثل ما صار سنه 2015. خبروا اخر 2014 انه بواحد 3/2015 نحن بدنا نرفع التفئه عن السيارات، صار قديم ونزلوها بالجريده الرسميه، فمشوا بالقرار. الى حد الان حتى الضباط اللي بقلب الجمرك اليوم ما معهم خبر هيدا الحديث. يعني نحن بعدنا ضمن اطار الاشاعات، ولحد الان نحن هلا من شوي نحن بايعين سياره على جمرك 1500 جايه بالبحر. شوف السوق كان شيء واتجه لشيء، للاسف عندك السيارات السيكس سيلندر والايت سيلندر كلياتهم هدول تقريبا انعدموا بالسوق مثل ما انك شايف انت. يعني انت اذا بتجي لعندي من كم شهر لورا بتلاقي عندي نمط معين من السيارات، واليوم مثل ما انك شايف انت الاكثريه 4 سيلندر. شو السبب؟ اليوم تنكه البنزين كانت ب 20-30 ألف ليرة، اليوم عم نحكي نحن 300-350 ألف. فبالتالي انا مثل السوق بدي اجيب، مثل رغبه الزبون بدي اجيب مثل ما انت شايف 4 سلندر 2.5 2.4 1.8. هذول السيارات فينا نقول انه السيارات الفخمه فرض سعرها على الاخر، مش فرض سعرها، نزل سعرها شوي ولكن شبه انعدم الطلب عليها. يذكر ان اسعار السيارات في لبنان انخفضت في السنه الاخيره بنسبه 30%، فهل ارتفاع الرسوم الجمركيه سيعيدها الى سعرها الحقيقي قريبا؟